روميو حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، حياكم الله وبياكم، وطابت أوقاتكم بكل خير. فاليوم إن شاء الله حبيت نمتعكم بقصتي بهذا الطائر. هذا الطائر يا أيها الكرام، أشهد الله رب العالمين الذي لا إله غيره، إني أحبه وهو يحبني والله. ومع العلم الطائر هذا موض لي نعم الغيرة فوسط البيت، وناس أهلي يا عباد الله حسدوني على المحبة ديالي في الحبة الطائر هذا، حيت كنعطيه وقتي وكنتهلا فيه والله العظيم ونسول فيه في كل وقت وحين. نغير حبيبي، نغير أنا أحبك يا حبيبي. والله العظيم يا أيها الكرام، قصة غريبة وعجيبة الطائر هذا. معيناش باختصار الكلام، نبينا ونبيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر في طريقه، وإذا التقى هذا الغلام، هذا الصبي الصغير، يقول له: يا عمير، ماذا فعل النغير؟ النغير هو الطائر الصغير، وعمير بن عمير هذا العرب كانوا كيطلقوه بهذا الاسم هذا، كمثل عائشة رضي الله عنها عنده واحد الاسم أم عبد الله، أم عبد الله. ومع العلم بأن عائشة رضي الله عنها ما عندهاش الولد، يعني ما عندهاش الأولاد، ومع ذلك هي اسمها أم عبد الله. نعم، وهذا عمير بن عمير رضي الله عنه، هذا الغلام الصغير كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر يسأل عن طائره، عن عصفور ديالو، يسول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث هذا في فضائل كثيرة، كيف ما بين ابن حجر رحمه الله بأنه خرج منه 60 مسألة، نعم، من الفقه والسنة، سبحان الله، نعم، وفوائد كثيرة والحكم من هذا الحديث هذا ابن عمر. نعم يا أيها الكرام، ونقول لكم واحد الجملة كنت تعلمتها في المطالعة في الابتدائي بالفرنسية، كنت قريتها في الليبر. بوفر بتي وازو بتي توجور اونكاج. والحمد لله العلماء كلهم زعما اجازوا الانسان يربي طائر، يربي ماشي مشكل، ما كاين حتى مشكل. نعم، الانسان خصو يقوم بالشؤون ديالو، حيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نغير حبيبي حبيبي حبيبي، والله العظيم احبك، انا احبك، انا اطير في هواك يا نغير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما كنصحش يمس معايا والله العظيم، والله إيه. ولكن شي ناس مساكين الله يسمح لينا. طيح طيح يلا فوز، طيح طيح، حلك من جناحيك. ايوا نغير يلا صاحبي، والله ما كيسخى بيا.